غسان اللحام مدير شركة منهال. تأسست شركته عام 2000 وعنده 50 موظف. هاني دحلان مدير شركة دحلان للسياحة والسفر. تأسست شركته عام 1997 وعنده 20 موظف. المدراء ما تعرفوا على بعض من قبل وما بيعرفوا لوين رايحين. باي باي، ما تحكي معنا ولا مره. ووافقوا انهم يبدلوا اماكنهم لمده 5 ايام ليشوفوا شو راح يستفيدوا من هاي التجربه. شو بصير لما يجي مدير جديد على شركتك؟ انا ما عايش مفتاح كامل. وشو احساسك لما الموظفين ما يعجبهم تغييرات؟ ما بديش، مش عاجبني الوضع، مو عاجبني بالمرة. شو ما بيتحكم فيه يومون، احنا هنا متعودين على نظام معين نستغل فيه. وشو بصير لما يلتقي المدراء لأول مرة بعد الخمس أيام؟ زيك اسكت يا هلكوني. يعني بتعرف انا حسيت شغلي كتير فن لما اجيت عندكم. حسيت انه روتين كتير عندكم، خلص تيكتات وكذا. حرام عليك، حرام عليك. انا شو اقول لك؟ هاني دحلان مدير شركة دحلان للسياحة والسفر، من أهم مكاتب السياحة والسفر في الأردن. بدأنا بدحلان للسياحة زي ما قلت لك بدون أي خبرة وبدون أي معلومات مسبقة. يعني اللي عملنا إنه أسسنا شركة وفتحنا مكاتب وجبنا موظفين وخليناهم هم يشتغلوا، وإحنا كنا بس مونيترينج من برا. سوف عملي بزنس وأوريجينلي بديت فيها أنا والوالد. فيش كلمة أعلى، إحنا كلياتنا عاملين زي كونسل، والكونسل لازم بالإجماع يقتنع يعني. فهاي القصة كتير صعبة بتكون، بس تعتمد على شطارة الواحد في الإقناع. أمل إن جنرال عقلها كبير، بتحلل كتير. أوكي، عندها مشكلة وحيدة إنه صدرها ضيق شوي، يعني بتستحمل بعدين تقدرش بتبص. الموظفين صاروا يعتبروا حالهم جزء من الفاميلي، فبالنسبة إلهم يعني جو العمل كتير سلس، وكلهم بيشتغلوا بأريحية مش ممكن تتخيليها. فإذا إجا حدا تاني وكان شوي صارم أو ديسيبليند أكتر، يمكن يساعدنا إنه نتعلم منه كيف نقدر نكون شوي أقسى أو أصرم مع الموظفين. I take it very easy بالشغل، يعني بعرف إنه ما في حدا قابليته كتير عظيمة، يعني كل الناس عندها قابليات مختلفة. أوكي، فI always try to help بقدر الإمكان، حتى بالشغلات الصغيرة، إني أنا اللي أعمل الشغلة عنهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. زي ما قلت لك صدري كتير واسع لهاي القصص. ما بزهق من التعليم، ما بزهق من إعادة الحكي. أوكي، بهالحالة يعني الموظفين كلياتهم بيكونوا قريبين مني، بيعرفوا إنه مش إنه لما يغلط هي آخر الدنيا، وهي فعليا مش آخر الدنيا يعني. غسان اللحام مدير شركة منهاج لتطوير وإنتاج البرامج التعليمية والإلكترونية، من أهم الشركات اللي بتنتج مناهج تعليمية على الكمبيوتر في المنطقة. شركة منهاج شركة تطور برامج تعليمية إلكترونية تهدف لتحسين والارتقاء بمستوى التعليم على مستوى الوطن العربي باستخدام الحاسوب، مينلي بمجال الإي-ليرنينج. علاء أبو الروب هو كوفاوندر معي بالشركة، من المؤسسين، وبعتمد عليه كتير بشغلي. لما أنا أكون مش موجود، علاء بحل محلي بكل شيء. غسان ما عمروش اشتغل بشركة تانية غير مديره، طول عمره مدير الشركة وطول عمرنا بنشتغل مع بعض. فهي رح تكون صراحة فرصة إنه نشوف كيف الجو بشركات تانية، كيف طريقة تعامل المدراء الموظفين بمجال تاني.
أظن أنها راح تكون هاي شغلة إيجابية. يعني أنا بحب التعليم، التعليم يعني بعتبره جزء كبير من حياتنا، مش بس تعليم المدرسة، التعليم اللي هو بيدخل بالكالتشر، التعليم اللي بيدخل بطريقة الحياة. وللأسف يعني أغلب مشاكلنا بالوطن العربي هي من وراء التعليم ومن وراء ضعف التعليم. هلو. هذا الاحتفال عشان فرجي قد ايه احنا مبسوطين بمغادرتك. يعطيكم العافيه. كيكه طبعا اللي بيعرف واللي ما بيعرف، الكيكه صارت تقليد في المنهاج، لكل واحد يطلب يصير له كيكه. ففي مثل بيحكي لك فيش حدا كبير على الكيكه. انا واحدة من الناس مش سعيده ابدا انه هاني رايح. الله يخليك. نعم نعم علي مقدار. يعني اخر همنا هو سعادتك. اول همنا. ذكريني بهالحكي، ذكريني بعد اسبوع بهالحكي. اه بس عشان لا ان شاء الله، يعني انه احنا متاكدين منه انه الناس اللي راح تروح عندهم راح تضبط لهم وضعهم. هذا شيء بنعرفه لانه بنعرفك عندنا، بس ما نعرفش الطرف الثاني ايش بده يجي ايش بده يساوي. بس يعني ان شاء الله نتعاون مع عشان نضبط الشركه زي ما ان شاء الله نستفيد من خبرته، لانه اكيد راح يجي عنده خبره. يعني هو اكيد يعني ما وصل مدير ووصل زي ما فهمنا انه بشركه يعني معروفه وشركه كويسه، الا كان عنده الخبره ومستحق يعني من كفاءته. فنستفيد منه اكيد. انا عندي اغلاط، هو عنده اغلاط، كل واحد بتطلع على شغله من جهه معينه، عشان بالاخر ناخذ من خبرته ونستفيد الشغلات اللي ممكن تحسننا وتضبطنا البروسيس عندنا. السنين الخبره يعني ثمنها غالي اكيد كلكم تعرفوا، فاذا بيجي بيعطينا فعلا من خبرته بنستفيد من هذا الشيء كثير. تعاونوا معه. باي 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 باي. ما تجي معنا ولا مرة. يلا باي باي. هاني مكانه ما ممكن حدا يمل لي بداله، بس مضطرين يروح. وببلشوا المدراء مشوارهم على شركاتهم الجديدة لمدة 5 أيام. كثير مهم أسمع ميوزك الصبح. أنا ما بحب الأخبار، ما بسمع أخبار أبداً ولا بقرأ أخبار. ما بتوقع اروح على مكتب سياحه وسفر. عارفه انه زلمه يعني مش ست. لا يلا يا سيدي، يعني حبيت هذا الله يخليك. ان شاء الله بتكون قعده ممتعه أكيد ومفيده للطرفين. تفضل اول شيء افرجي مكتبك، بعدين تعرف على الموظفين. اول شيء هلا مرحبا. احلام. اهلا وسهلا. احلام كيفك؟ اهلا وسهلا لحال. اهلا وسهلا. ايش فيك يا رسان؟ من منهاج. هون على الكاونتر شباب التيكتين والانكمين والجروس. جوانا اهلين. جوانا شيزا يعني موظفه جديده عندنا، لها 3 ايام او تقريبا اسبوع. اسبوع الوقت كثير بمر بسرعه. وهيك بتبلش جوله التعارف على الشركات والموظفين. وبعد الجوله غسان ببلش بالاسئله. ليش يكون بونش كارد هون؟ يعني فيش برايفسي لكم؟ بيجي كل واحد الصبح عندكم هون بيعمل بونش وبيطلع بيجي بيعمل كل يعني فترة الصبح الساعة 9، يعني لسه الواحد بكون عم بيجهز بحاله وهيك، فمش كتير يعني انه مزعج الوضع لما يسحبوا الكارت ويروحوا يعني. بس يعني محله هون غلط.